علاش حتى واحد ما قال الرجولة ديرو بحالو؟ علاش ما هضر عليا حتى شي واحد؟ ندير واحد الحل زوين، انا ولد الحرام في ديك الدار، علاش ندير فيديو في 15 دقيقة وكله فيه الإشهار إشهار 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 إشهار؟ باغي تفرشني دير، ما ديرش إشهار. ونزيدك واحد الحاجة أخرى، احنا ولينا في واحد الموضوع ما خصنيش نهضر عليه، انا مستعد الدراري، انا مستعد دراري كنهضر مع الناس صح، انا مستعد اقسم بالله اي ريال دخل لي في يوتيوب نبدا ندير فيديوهات في يوتيوب، اي ريال كل شهر كل شهر نخرج داك المبلغ شحال ما كان، نخرج داك المبلغ انا مستعد. ياك انا شفار ولد الحرام مستعد، مستعد كل شهر نصور الادسنس ديالي، نصور الادسنس ديالو صدقوه اقسم بالله تندير والله انا صافي ما باغي والو من الدنيا، اقسم بالله باغي نتزوج كنطلب شي بنت الناس لقاني مع الله، ما يمشي بيه خير راضيه عليا، با الله يرحمه خلى الرجال، عندي داري تبارك الله نوريكم بيتي بلا ما نوصل لهذا الشيء، ما باغي والو، باغي انا كل شهر نخرج داك المدخول في سبيل الله، والله ما يشوف فلوسي في الخير ما يبقى فيه الحال، والله ما عندي مشكل خويا صفي اقسم بالله تندير، اقسم بالله صيفطوا لي ميساج قالك قول لي اجي نديروا تحدي، والله تندير ما عنديش المشكل، مراد يقدر محال يطلع لايف اليوم معايا اخويا يا مراد، يا مراد ما كيدويش بزاف نسخ صافي هادشي اللي غندير، هضرنا شويه جاوبتكم شويه، يلاه دوروا مع الدوره صافي خرجوا وخلينا نهضروا كل بلاكش ولا دار، واللي بغى يبقى مرحبا به الله يسهل عليك خويا، خوتي بغيت ندخل كومونتيرات زوينين اللي كعرفتني اللي عزيز عليا راه كتبكم كومونتيرات زوينين، وكومونتيرات زوينين في انستغرام نبارطاجيهم دابا، احسن كومونتيرات من القلب بغيتهم يجيوني دابا تنسالي اللايف، بغيتهم في انستغرام مع القلوب حمرين مع ميساج من القلب ديالك ما نقولش شنو تكتب ليا وغنبارطاجيهم، طلع لك واحد اللعيبه زوينه مرحبا خويا صالح زوينه خايبه مادام احترام وباغي تعرف مرحبا، وطلعنا صاحبي دابا خويا عدنان يلا طلعتك اخويا صالح والله ما بغى يطلع ما عندكش كونيكسيون، واش خويا السلام عليكم عشيري مرحبا خويا الله يحفظك ليا الحمد لله خويا الحمد لله انا معاك اخويا طلعني دابا خويا سعد نطلعك نهضر مع الدري ونطلعك عاتبني وانا كنتفرج فيك من ايامات كنت نصاح مع هاجر العقل قلت لها الله يودي واش انا غنساها كترجع عندك فرنسا واش انا غنساها هاجر اخويا حشومه تنساها بريفه هاجر شوف انا باش فهمتي انا عندي اسئله ولعيبات خد راحتك اخويا ما تجبتي بنادم سوني اي سؤال بغيتي تعرفه انت على راسي وعيني لا واش لا السؤال على اخونا نيت لا سوني ولكن ما تجبتي غير السميات دابا انا تفرجت في الفيديو وتفرجت فيك انت انا ماشي من داك النوع اللي تمشي لواحد وكتب اللي فهمتي تفرج بقى فاني واخا شي فيديو بقى معاه محايد شويه معلم مع محايد تفرجت في الفيديو كذا اذا سولني اي سؤال بغيتي هضر اللي قال واش بصح ولا لا حيت انت قلت لي بعدك خوني اللي قلت يا رابر ولا ما شنو هو ماشي رابر ومصور معاه قلت يا واخا عايرشو مصور معاه وقال لك هوايا لا راك تصبو بجوج والله ما عرفت واش كنت واحد والله ما شفت الفيديو ولا مش هو لا قول لي والله ما شفت الفيديو غير قول لي باش نفهم والله ما فهمت شكون هذا الرابور هذاك خونا اللي قلت لي دابا شوي قلت لي قلت لي هما راه عايرك في دخلتي عايشي في لي ميساج نصب على شي لا 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 انا اشرح لك انا كندير مع البنج لايف كندير في رمضان هنايا كندير مع البنج لايف والبنج عايرو يعني كان عنده مشكل معاه انا الغلط اللي درت هو البنج عيرو في البلاتفورم ديالي هو دخلني هو صيفط لي ميساج قال لي في اللايف وي وي فوالا هو صيفط لي ميساج قال لي اخويا انا ما عندي معك حتى شي مشكل وبنادم عايرني عندك في اللايف انا عرفت الغلط ديالي انا عرفت الغلط ديالي قلت لي خويا اسمح لي راه ما قصدتش والله ما قصدتش ما كنتش عارف واش غيعير حيت حنا كنا كنهضروا في الجواج لكن جيت في اللايف كنا كنهضروا في الجواج الدراري الضريف بغاتوا تبيعونا العجل معاه هذيك المره الاولى هضر عليا زوين حيت جاوبته وبقى الكونتاكت زوين انا اللي ما عجبنيش كيفاش انت صاحبي ياك كيفاش انت مابوني اليوم ابوني لك وكتعيرني في السطوريات انا ما عجبنيش الحال لا ديزابونيت لي واحد القضيه هو
وخاصة شكون يشد بالي شي واحد يشد يدير منه فيديو، فهمت؟ الله يرحم الوالدين، الله يرحم. ما داروها عليه ترول، انت راك عارف اخويا واش انا عمرك شتيني عايرت شي واحد اخويا باش نتشهر؟ لا، ولكن علاش دابا يمشي غتجاوب وعلاش ما جاوبتيش؟ هذا هو البلان، حيت هو والله حتى داك الشيء اللي بغى، ولا ما جاوبتوش ونزيدك ونقنعك نقنعك نقنعك علاش ما جاوبتوش. تخيل معايا انت مثلا كتحتارمني ياك، كتفرج في الستوريات ديالي وكذا، غتلقاني ندير ستوريه وكنقول واه والله انت تطاط وانت هادي وراجل ومدا نخسر الهضره، حيت الا لو جيت نجاوب خصني فهمتيني غادي تقول وشكون هذا كيجاوب. تقدر تكون ما عارفوش، ماشي كلشي عندي، شحال عندي من ستوريات 300,000 اللي كيشوفوا ستوريات يوميا. انا داك الشيء اللي ضربوا لي في يوتيوب راه غادي نقول طنطن كاين اللي ما كيعرفوش، غيمشي يشوف غيلقى عاوتاني كيهضر وغنبلبلها وما غتساليش، هو ما غيساليش. انا راه نصحوني صحابي قال لي عندك تجاوب، زكريا قال لي ما ديرش الغلطه اللي درتي، نجاوب واحد بحالي بحالو في النيفو، ولا فاش يهضر عليا شي واحد بعقله ديك الساعه يروني، يهضر عليا شي واحد وازن شي واحد عنده مليون ومحترم راسو جي ويهضر واحد عنده قدو قد مراد خويا في لي زابوني صاحبي وحشومه صاحبي. ولكن باش اخر سؤال دابا والله خذ راحتك صاحبي، هو كان كيدير فيديو ودير فيه ناس وكذا كان مزيان، نهار دار هاد لاشين شويه ما هوش، ولكن علاش فهمتش خوك بدا يقول لي ساكن مع راجل موك؟ راه فهمتش يعني واخا كيك راه تصور امك تكون مطلقه ولا تلعب بلاتي شي راجل يسترها وكذا. واخ انسولك اخويا، انسولك اخويا علاش زعما بدا يقول لي عايش مع ربيبه في المعاش؟ انسولك اخويا ما جاتني انا ما فيها والو. انسولك اخويا وي انسولك، دابا مثلا انت ملي كطايف مع شي واحد واخا يكون صحيبك كطايف معاه، تقدر تقول لي غنفرقع دي طاطاط؟ ملي كتكون كاعي وكتكون في واحد اللحظه كتبغي تعاير وكتبغي تدافع على راسك وكتبغي حيت بنادم هو اللي كيجبدك. لا فهمت واش فهمتيني؟ حيت الصاب ملي كتكون اسمعني اقسم بالله كون كنتي في بلاصتي انت ما دير والو، بنادم كيتهمك بواحد الحاجه اللي هي صعيبه وغتكون العاقبه ديالها خيبه وغادي يعايرك وغادي يسبك، والله ما والله حتى غتحس بواحد الاحساس وربي اللي غادي يعلم به. رانا صابر وكنضحك حيت الظلم اللي كيتعرض للظلم راه والله ما يحس به شي واحد. واش شفت هذا بنادم اللي جاي كيعاير؟ لا لا جيتي تشوف راه كاين شي وحدين معاك في الدومين وكيديروا ديك الهضره اللي قال هو، فهمتي؟ وما عارفين هذا هو المشكل، راه ما عارفينش الصاب وكذا فهمتي. واش غدير؟ الله يصاوب اخويا، شنو اللي غنقول؟ سير اخويا كمل خدم على راسك فهمتي، خدم على راسك بون شونس. الله يحفظك، شكرا بزاف اخويا، شكرا بزاف. الله يسهل عليك اخويا. لا انا على وجه هذا ما بغيتش نبقى نقول يدبر راسو فهمتي، يدبر راسو تكلم يا سيني ما يبكيش راني كنهضر بحال هكا صاحبي. المهم راه تحسب، شوف شوف غنقول واحد الحاجه خايا سيني قلتيها تبكي، غدوز المده عام 6 شهور 100 عام نهار غتحسب الظلم وغتبكي غتفكرني، تفكر شنو بنادم يجبدك انت ما هضرتيش معاه، ما هضرتيش عليه، ما جبتيهش. اللي بغيت الله سبسكرايب بينو دي دوي عليك. ماشي اول مره، شحال من خطره كنتو كتعير، شحال من خطره كنتو كتعيروني وكان كيعيرني شحال من واحد، في الاخر طلع لايف كيقول لك لا خويا راه بغيت نعيرك غير باش نجيب لي زابوني، وعاني تقبلتها. الله يسهل على الجميع. كنهضر لوجيك، كنهضرش عاطفه اخو، كنهضر لوجيك. ممكن نطلع معك؟ مرحبا اخويا الدوير، مرحبا. طلع لي سلك اخويا احمد الله يرحم الوالدين. انا طلعتكم بجوج اخويا اللي خدمت لي الكونيكسيون، راه نطلع خويا حماده بخير. كيدير اخويا؟ لاباس عليك وشي مزيان؟ الله يحفظك الله يزار امرك اخويا، احنا راه فان ديالك. مرحبا اخويا الراس والعين. ما ديال حتى شي واحد، هذاك بنادم اخويا راه غير مطلع برجوله، تراك راه بنادم كيتيق، هذا هو المشكل واش فهمتيني؟ شوف شوف شوف، انت راك الله يعمرها دار، حنا عارفينك وحنا فان ديالك من قدام مش عال، هادي ما دير حتى شي واحد وخدم على راسك اخويا، وهذاك راه ما يسواش، راني مغدد على دين مو هذاك حق سمين بالله، وما كراش نسب بلاصك اخي حماد. لا خلي انا اخويا، انا كذب عليك، عرفتي راني مغدد عليه البارح قلت طلعني غير نسب دين مو، ولكن اخويا راه لا لا يلا محمد رسول الله صافي بلا ما تسب. شوف الله يسهل، الله شوف الله يهدي، الله يدير شي تاول ديال الخير. صباح هذا تراك رجوله الله يعمرها دار، كتخدم على راسك، ضربتي تمارح قلتي داكشي اللي بغيتي، الله يخلي لك الميمه، تهلا لي فراسك
الله يحفظك اخويا. شوف هذاك مش هذا الرابط، حنا راه فان ديالك وحنا ديما معاك. الله يكبر بيك اخويا، الله يطول عمرك. اللي ماشي معاك يمشي يتحرق كاع يعاود لراسو. شوف دابا غير نشرح لك واحد الحاجه، ماشي قضيه زعما اللي ما عجبوش الحال يمشي يعاود. لا بغيت الناس غير ما تكونش، غير ما تكونش زعما كاين بحال القاطع، فهمتي؟ قال لكم قولوا العام زين، العام زين. لا بلاتي هذا هضر على هذا، علاش اجي نعرفوا فين كاين المشكل. وديك الساعه لكنت غلط سبني، ماشي انت ما عارف والو كتجرح بنادم. تقدر تكون تقدر بنادم كيعير، تقدر يكون كيعيرنا بالضحكه باغي يطلع عليه، ولكن هو ما عارف بنادم كيفاش كيحس شنو كيعيش، فهمتيني؟ فهمتك اخويا حماده، فهمتك. او ما عارف والو هو اصلا، ما عرفت تلعب. سير اخويا حماده الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يحفظك. راك رجوله، راك رجوله اخويا حماده. حنا ديما فان ديالك، تبقى تشوف لي كومونتير. الله يكبر بيك اخويا، الله يكبر بيك. الله يحفظك. الله يحفظك.